زراعية مباشر. حد يسمع لينا؟ أنا عندي مشكلة مش لاقيين تعامل يا بيه، عايز ما حد يسمع. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلاح المصري ورحلة طويلة من العمل ورحلة طويلة من الإنتاج بيقابلوا في هذه الرحلة بعض المشاكل وبعض المخاطر اللي بيتعرض لها، ومن أهمها المخاطر الصحية والمشاكل الصحية. الفلاح المصري من سنوات طويلة، من زمن كبير، بيعاني من غياب للخدمات الصحية، وإن وجدت هذه الخدمات هي غير مكتملة، وفي نفس الوقت هو ممكن يعاني من تكلفة هذه الخدمات الصحية وما يقدرش يوصل لخدمة علاجية حقيقية إذا كان ليه أو لأسرته. فترات كتيرة جدا كنا بنتابع وبنشوف بعض المحاولات لإنقاذ صحة الفلاح المصري أو المواطن الريفي في نفس الوقت، ولكن هي أيضا حاولات أو محاولات لم تكن بالقدر الكافي تستطيع أن تحقق مطالب الفلاح المصري. الدستور المصري وفي الفترة الأخيرة توجهت الأنظار كلها نحو صحة الفلاح المصري، كيف يمكن إنقاذ هذا المواطن المنتج، كيف يمكن أن يتمتع الفلاح المصري بخدمات صحية وبمظلة تأمينية تستطيع أن توفر له ولأسرته يعني حفاظ على صحته وحماية من المخاطر اللي ممكن يواجهها، خصوصا أن الراجل ده أثناء فترة عمله بيتعرض لبعض المشاكل الصحية بسبب ظروفه الصعبة وسبب ظروف العمل الصعبة اللي بيشتغل من خلالها، تعامله مع منظومة الترع والمصارف، تعامله مع المبيدات، تعامله مع بعض الإصابات الفطرية داخل الأرض الزراعية. علشان كده لازم يكون في مظلة صحية تستطيع أن توفر لهذا المواطن الفلاح المصري خدمة حقيقية. الراجل ده لو تعب يروح فين؟ الفلاح المصري لو مرض ازاي يوفر علاجه وازاي يوفر المكان اللي هروح يتعالج فيه، خصوصا انه في هذا التوقيت بيعاني ايضا من مشاكل اقتصادية. التأمين الصحي بدأت فعلا الدولة في مناقشته من فترة، بدأت تظهر ملامح قوية لهذا المشروع العملاق، امل لكل فلاحين مصر، نتكلم على نسبة كبيرة جدا اكتر من 50% قد تصل الى 60% من المواطنين المصريين هو الفلاح المصري وأسرته، وبالتالي هذا المشروع هو حماية لصحة المواطن المصري، حماية للإنتاج داخل الدولة المصرية في نفس الوقت، وهو أمل لكل الفلاحين. مرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من زراعة مباشر. مرحب بحضراتكم مرة أخرى في زراعية مباشر، بنتكلم دايما مع الفلاح.